هو بداية ان انا دخلت مدرسة مشروع التذاكر كان دوري كصحفي ان انا اروح اي مدرسة اوصف فيها مثلا الاهمال اللي هناك، تمام. سواء في معاملة المدرسين او للطلبة او العكس، سواء في المباني وما الى ذلك. فقررت ان انا اخترت مدرسه منشاه البكاري، رحت كان يوم الخميس على اساس ان انا ارصد كل ده. فطبعا هو اكتريه اللي هناك بيبقوا زي موحدين الفور. لو انت شكلك صغير. تمام. فرحت هناك، كنت لابس طبعا زي مختلف، لقيت البوابه مفتوحه، ما حدش قال لي انت رايح فين ولا انت جاي منين. ولا جاي منين ولا اي حاجه. لا لا لا. ولا انت في فصل كام ولا اي حاجه. فدخلت جوه في الحوش، فضلت قاعد يجي نص ساعه، لقيت طبعا ناس بتشرب سجاير وكل حاجه، طلاب جوه المدرسه. دي مدرسه ينطبق عليها المثل اللي بيقول وكاله من غير بواب. يعني مش مدرسه بقى. الصوره هي معانا، هي الصور معانا. تمام. فانا قررت ان انا اغير الفكره خالص وابقى طالب زيهم. فقلت غيرت الفكره وتبقى طالب ازاي؟ يعني انا كنت رايح عشان ارصد الاهمال، سواء في المباني سواء في الطلاب. يعني كتير سمعنا ان مثلا مدرسه قلت لا هتقضي حياه يوم طالب داخل المدرسه بالزبط. دي فقلت خلاص انا هعمل الموضوع ده. فرجعت ثاني يوم الاحد، جبت طبعا كنت باتفاق مع واحد صاحبي اللي هو بيصورني اسمه محمد شرف. رجعنا تاني يوم الاحد، جبنا كتب ثانويه عامه والشنطه عادي، ووصلنا المدرسه فترتين، فتره الصبح اللي هي فتره البنات وفتره الظهر اللي هي فتره البنين، فتره الولاد. تمام. فوصلنا هناك الساعه 12 ونص بالظبط. فضلنا واقفين طبعا مستنيين البنات بيخرجوا من بوابه تانية عشان احنا نخش. وما ادراك بلحظه خروج البنات. فاتعرفت على واحد اسمه حسين، على اساس انا لسه محول من مدرسه لمدرسه واول يوم ليا. فقال لي لا انا عادي السنه وشايل المواد. فسالني برضه نفس السؤال، قلت له لا انا محول من مدرسه ولسه اول يوم ليا، ما اعرفش الدنيا فيها ايه. فالمهم الساعه جت واحده، اللي كنت قلقان منه الى حد ما ان هو يبقى في مثلا يجي يقول لي انت، لان اقرايتي هناك اقرايتي هناك لابسين يونيفورم اللي هو البنطلون جينز وقميص لبني. فانا كنت لابس حاجه تانية خالص. فقلت هو وانا داخل في البوابه ممكن مثلا الفراش يقول لي انت مين او مش لابس يونيفورم ليه. فدخلت وانا داخل لما الساعه جت واحده ما لقيتش اصلا، هو كان بيشرب شاي وبيتكلم مع طالبه. مش فضيلة. فقلت كويس، فقمت داخل جوه في الحوش. طبعا نتمنى ان السيد وزير التربيه والتعليم دكتور محب الرفع يكون سمعنا، نتمنى عفوا قصدي الدكتور هلال الشربيني ان هو يكون سمعنا. وعفوا انا اتلخبطت طبعا عشان الوزراء الحقيقه احنا عندنا تغييرات كثيره جدا، فبعتذر. طبعا نتمنى سياده الوزير يكون سمعنا او المتحدث الرسمي. لا ويفضل سمعنا لان عندنا حاجات كثير جدا في الحلقه النهارده. دخلت ومفيش وقفت في الحوش، طبعا حضرت الطابور. الطابور ما كانش فيه ولا تحيه عالم ولا نشيد اذاعه ولا اي حاجه. هم فجاه مدرسه صفا، ما كانش حد بيرد، مدرسه انتباه، وفجاه الاقيهم يقول الله اكبر. الله اكبر. والله انا استغربت جدا. مدرسه صفا ده الطابور. المفروض ان احنا يعني انا مش قديم قوي، بس كنت لا انا برضو مش قديم يعني. انا فاكره برضو مدرسه صفا بنقف صفا انتباه تروح واقف الوقفه المظبوطه. احنا ما كانش فيه كده، انا كنت واقف في الطابور. حتى لو في صوره كده اللي انا وانا واقف في الطابور، هم كلهم لابسين زي موحد وانا اللي لابس زي مختلف. وما بس عادي انت مش معاش ده. احنا لما كان بتبقى توكه واحده بس مختلفه، مش قادره اقول لك. احنا في 2015. كمل. مش عايزه. المهم طلعنا بعد 5 دقايق بالظبط الطابور انتهى. لا ثانيه واحده، في نسيت جزئيه. صفا انتباه الله اكبر، محدش رد. هم فجاه لقيتهم رافعين ايديهم وقايلين الله اكبر بس كده. ايوه فين تحيه العلم؟ فين؟ ما انا ما كانش فيه ولا تحيه علم ولا كانش فيه. وفي طلبه طيب واقفين يعني ولا مفيش؟ لا لا. طب الله اكبر يعني انه رفع اذان الظهر يعني؟ الله اكبر اللي هو ايه يعني ما انا ده انا فجاه لقيتهم هم مدرسه صفا مدرسه انتباه وقاموا قايلين الله اكبر. ايوه داخلين نحارب ولا بنعمل ايه يعني؟ الله اكبر على ايه؟ هنذبح حاجه جوه في المدرسه؟ حاجه في المدرسه سيستم معين مثلا هم متعودين عليه. ماشي. وبعدين طلعت الفصل. طلعنا الفصل طبعا في مبنيين، مبنى الاولى والثانيه ومبنى الثالثه. فانا بسال المدرس، قال لي لا ده مبنى ثالثه، على اصل انا ثالثه، مبنى ثالثه المبنى الخلفي. فقمت راجع قمت رايح المبنى الخلفي. ده عادي ما قالكش انت فين يا ابني ولا تابع فصل ايه ولا اي حاجه. لا خالص. ما علينا. دخلت طلعت الدور الاول. الدور الاول طبعا كان شؤون طلبه وفصول خاصه بالمدرسين. الدور الثاني بقى اللي كان فيه 3 فصول، هم ثالثه اول وثالثه ثاني وثالثه ثالث. فقررت ان انا اخش اول فصل اللي هو ثالثه ثالث. ده كان فيه مدرس كان فيه حوالي. قررت مع نفسك طبعا. كان معايا مصور بس طبعا احنا كنا متفقين. ايوه لا انا مش قصدي يعني احنا بنعرض اهي الصور. انت انا وانت قدام ال التيشيرت. انت ده التيشيرت. فصل ثالثه اول. المهم في اول فصل خالص دخلته كان ثالثه ثالث، كان مدرس اسمه استاذ طلال، مدرس لغه عربيه. كان في الفصل كده ما يقرب من 20 طالب. فدخلت جوه قعدت. انا طبعا اول ما دخلت يعني بصيت كده، قال لي يلا يا ابني انت لسه هتبص خش.
يعني بصيت كده بشوف مين؟ لا لا بشوف جاي منين في الفصل ولا ما هو المفروض بقى الدراسه باديه يا جماعه بقى لها شهر بس المدرس يعرف الطلبه اللي عنده ازاي. فدخلت قعدت جوه عادي كان بيشرح درس اسمه نعت الجمله وشرحه في ما يقرب كده من 7 دقائق وبعد كده درس تاني اسمه العلم في الاسلام. ففي وسط الدرس واحد كان فيه طلبه ماسكين الموبايل فقال لهم سيب يا ابني الموبايل انت في ايدك انت وانتوا مش نافعين اصلا مفيش 10 درجات هتاخدوها ده العشر درجات اللي سيادة الوزير مخصص درجات الوزير ادى القرار انه بالحضور بالظبط. فكان بيجي برضو طلبة في وسط الشرح يقول لهم خش الفصل اللي جنبنا على الرغم ان في مثلا تواجد اماكن ايه خش يعني الفصل اللي جنبنا مش مهم انت فصلك ولا مش مهم لا لا بقى. يعني هو اصلا المسألة مفتوحة خالص. طب انا هقطع بس عشان احنا يعني احنا عرضنا صورة الفصل هنعرضها تاني بس أذن زملائي في الكنترول يعرضوا لنا صورة الفصل تاني وارجع لحضرتك اهي صورة ده انا اخر واحد وانا انت اخر واحد وانت قاعد طبعا عمالين نقول في تكدس وفي الدنيا فاضية اهي الدنيا حلوة قال لك مفيش اماكن وكده طيب